المجاهدين الآن يزينون رايات الجولاني ويضعون راية التوحيد بإذن الله. يواصل تنظيم الدولة تقدمه في ريف دير الزور بعد سيطرته على أحياء المدينة التي كانت خاضعة لسيطرة الثوار. ويقول ناشطون إن التنظيم سيطر أمس على معظم قرى وبلدات الريف الغربي والمعروفة باسم خط الشامية، وذلك عقب انسحاب جبهة النصرة وفصائل إسلامية واعتزالهم قتال التنظيم، بينما شهدت قرى الريف الغربي حالة نزوح كبيرة بعد تقدم قوات النظام ووصولها لمنطقة عين البوجمعة. التنظيم أمهل الفصائل المسلحة في دير الزور حتى الثلاثاء القادم للتوبة وتسليم أسلحتهم، واشترط عليهم حضور محاضرات شرعية لديه لتقبل توبتهم. وغير بعيد عن دير الزور، أقدم عناصر من تنظيم الدولة في الرقة على تطبيق ما أسموه حد الرجم بحق امرأة بتهمة الزنا، وذلك بعد ساعات من رجم امرأة أخرى في مدينة الطبقة بالتهمة نفسها، حيث رجمها عناصر من التنظيم بالحجارة حتى فارقت الحياة بعد أن رفض الأهالي المشاركة في عملية الرجم بحسب ناشطين. نحن الآن في طريقنا إلى جبهة التي بيننا وبين الخوارج. وفي جنوب دمشق أصدرت كبرى الفصائل المقاتلة بيانا دعت فيه عناصر تنظيم الدولة الفارين للأحياء الجنوبية إلى تسليم سلاحهم وحل التنظيم، إضافة إلى تسليم من تلوثت أيديهم بالدماء ليخضع لمحاكمة عادلة. وبالتزامن مع البيان خرجت مظاهرة شعبية طالب فيها المتظاهرون عناصر التنظيم بالخروج من دمشق، متهمين إياهم بخذلان الثورة. خفي الله يا داعش، خفي الله يا داعش، خفي الله يا داعش، خفي الله يا داعش. التنظيم الذي انسحب من الغوطة الشرقية تحت ضربات الثوار، أكد ناشطون أن عناصره زرعوا عبوات ناسفة ومفخخات حول مقراتهم وأعدوها للتفجير قبل أن يتمكن الثوار من تفكيكها. تنظيم الدولة الذي يقول مراقبون إنه تفرغ لقتال الثوار دون قوات النظام بات يسيطر على أكثر من 35% من مساحة سوريا، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.